بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم آمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق، ونبدأ اليوم إن شاء الله تفسير سورة سيدنا يوسف، أو زي ما قال سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله، هي خواطر يعني الإنسان يعني يجول بها في هذه الآيات الكريمات المباركات. هو مش تفسير، ولكنها خواطر أو هبات اصطفائية يعني ترد على قلب الإنسان المؤمن، فيعني يحاول قدر الإمكان إنه هو يجول بخاطره في هذه الآيات. تعالوا بنا نقرأ الآيات الكريمات المباركات من أول سورة سيدنا يوسف. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمات البينات افتتحت بألف لام راء، وهذا سر من أسرار التنزيل. وهذه الحروف تسمى بالحروف المقطعة، ألف لام راء، دي حروف من الحروف الأبجدية من 28 حرف، إلا أن الله جل وعلا تحدى العرب بلغتهم وبحروفهم الهجائية أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة من مثله. لا يستطيعون أن يأتوا بسطر واحد من مثل القرآن، لأنه كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه، كلام الله المنزل على قلب سيدنا رسول الله. تجد في القرآن الكريم صور افتتحت بحرف نون صاد قاف، تجد صور افتتحت بحرفين حاميم، صور افتتحت بثلاثة أحرف ألف لام ميم ألف لام راء، الصورة اللي معانا طاسيم ميم. تجد صور في القرآن افتتحت بأربعة أحرف ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد. تجد صور في القرآن افتتحت بخمسة أحرف كاف ها يا عين صاد. فده إن دل يدل على أن القرآن معجز لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله. الأعجب من كده إن أول تسع حروف في القرآن يجي منهم حرفين اتنين بس في أوائل الصور، وآخر تسع أحرف يأتي منهم سبعة أحرف، اتنين وسبعة تسعة،
والحروف العشرة اللي في الوسط بقية الثمانية وعشرين حرف يأتي منهم خمسة وخمسة لا يأتون. يعني مثلا ألف تأتي، الباء والتاء والثاء والجيم لا تأتي، الحاء تأتي، الخاء لا تأتي، الدال لا تأتي، الراء تأتي. شوف بقى الراء تأتي والزاي لا تأتي، السين تأتي والشين لا تأتي، الصاد تأتي والضاد لا تأتي، الطاء تأتي والظاء لا تأتي، العين تأتي والغين لا تأتي، الفاء لا تأتي، القاف تأتي، الكاف تأتي، اللام تأتي، الميم تأتي، النون تأتي، الهاء تأتي، الواو لا تأتي، الياء تأتي. 28 حرف منهم 14 حرفا يأتون في بداية الصور اللي افتتحت بالأحرف المقطعة. طب تعال نحط الأحرف دي في جملة مفيدة هتدينا جملة بتقول نص حكيم له سر قاطع. شوف إعجاز القرآن، نص حكيم له سر قاطع، سبحان من هذا كلامه سبحانه وتعالى. فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.